الأسطورة التي حققها زلاتان إبراهيموفيتش على البساط الأخضر تنتقل الآن إلى البساط الأحمر، والذي ازدحم بالمشاركين في العرض الأول لفيلم أنا زلاتان يا زلاتان مساء الاثنين 14 من مارس في ستوكهولم. الفيلم الذي جاء بعد الإقبال الكبير على كتاب بنفس اسم الفيلم أنا زلاتان من بطولة جرانيت روشيتي ودومينيك أندرسون بايركداري والمخرج يينس خوغرين. يجسد الفيلم مسيرة لاعب كرة القدم السويدي الذي كان يسجل الأمجاد في كل ناد يلعب به، على الرغم من طفولة قاسية عاشها في بداية حياته في مالمو جنوب السويد. يقول زلاتان: عندما شعرت أنهم لا يثقون بي قررت أن أثق فقط بنفسي. بعض الناس أرادوا تحطيمي لكنهم جعلوني أقوى، وآخرون أرادوا استغلالي لكنهم جعلوني أكثر ذكاءً.